أستاذ نوفل بعمري، على مر السنوات وأيضا باستطلاع كل التقارير الحقوقية التي تصدر في جنيف، تقارير الأمن العام للأمم المتحدة أيضا المتصلة بنزاع الصحراء المغربية، تجد تلك العودة إلى الثغرة القديمة التي هي ليست جديدة، تلك الثغرة القانونية وهي أن المحتجزين في تندوف لا يجدون آليات للوصول إلى هيئات الطعن والقضائي أو أيضا مسألة الانتصاف القضائي، وهذا لربما هو العنوان الأبرز الذي يسمح بأن ترتكب أي جريمة، سواء تعلق الأمر بالاغتصاب أو التجنيد أو التمييز أو التجار بالبشر أو السرقة أو تهريب المساعدات أو أي شيء آخر يمكن أن يجري من دون أي عقاب أو مساءلة. لماذا بعد كذا 40 سنة من هذا الوضع يستمر الوضع على حاله؟ بالعودة كذلك للقرار الذي أشرنا إليه قبل قليل متعلق بالناشط محمود مربيه، في هذه النقطة كذلك هذا القرار سجل على كون الدولة الجزائرية يجب أن تمكن ضحايا ديال الانتهاكات ومن يدعي أنه قد تعرض للانتهاكات إلى وسائل الانتصاف القانوني والقضائي، على اعتبار أنه المجتمع الدولي كما تفضل الصديقة عائشة قبل قليل لا يعترف بدولة اسمها جمهورية الصحراوية، بمعنى أنه التعامل مع الكيان الداخل مخيمات تندوف بالنسبة إلى المنتظم الدولي بالنسبة إلى الأمم المتحدة هو كيان غير شرعي، وأن المسؤول الأول عن كل ما يحدث داخل مخيمات تندوف وعن المسؤول على تدبير القانوني والتدبير القضائي داخل المخيمات تندوف هي الدولة الجزائرية. اليوم الأمر أعتقد أنه بدأت تتضح بشكل أو بآخر الصورة لدى مجلس حقوق الإنسان من خلال هذا القرار الأخير، وأعتقد على أنه التراكم الذي سيحدث مستقبلا انطلاقا من هذا التحول في قراءة الوضع الحقوقي داخل مخيمات تندوف، سواء على مستوى نظرة مجلس حقوق الإنسان اليوم لطبيعة مخيمات تندوف، نظرة موقف مجلس حقوق الإنسان اليوم لمسألة إسناد الاختصاصات الدولة الجزائرية إلى تنظيم ميليشياتي غير دولتي غير معترف به، مسألة توفير وسائل الانتصاف، أعتقد على أنه بموجب الآليات سواء التعاهدية أو غير التعاهدية التي يوفرها مجلس حقوق الإنسان في حال ما إذا دولة اللجوء لم توفر آليات انتصاف القانونية، أعتقد على أنه مجلس حقوق الإنسان من خلال آلياته من خلال لجنه يجب أن يتصرف وأن يتحرك من أجل حماية حقوق الإنسان داخل مخيمة تندوف. معلوم على كون الدولة الجزائرية هي الدولة الوحيدة في العالم بالإضافة إلى كوريا الشمالية التي لا تتعامل بشكل إيجابي مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، الدولة الجزائرية إلى جانب كوريا الشمالية هما الدولتان الوحيدتان في العالم الذين ممنوع للمنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان من التحرك داخل الدولة الجزائرية. العديد من المنظمات الدولية منعت من الوصول للمحتجزين واللاجئين والساكنين داخل مخيمات تندوف. مسألة أساسية كذلك، اليوم هناك قرار صادر عن مجلس الأمن تتعلق بإحصاء اللاجئين وبإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. مجلس الأمن والأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة مفتاح حل كل هذه الإشكالات الحقوقية التي تطرح، مفتاح حل كل إشكالات الانتهاكات التي تطرح، مفتاح حل كل انتهاكات الإنسانية، مفتاح حل كل انتهاكات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث داخل مخيمات تندوف، لعمليات القتل التي يتعرضون لها، عمليات الإعدام خارج القانون التي يتعرض لها الشبان من منقبي الذهب الذين يريدون العودة لوطنهم الأم المغرب الذين يتعرضون للإعدام خارج نطاق القانون سواء من طرف الدرك الوطني الجزائري أو من طرف ميليشيات تنظيم جبهة بوليزاريو. أعتقد على أنه اليوم هناك تراكم حقيقي على مستوى السجل الأسود لتدبير الدولة الجزائرية لملف مخيمات تندوف ولملف وضعية ساكنة مخيمات تندوف. ما يجب اليوم هو أن يتم طرح هذا الملف بقوة من خلال الدول الأعضاء ديال مجلس الأمن أثناء المناقشات التي تتم لمسودة القرار التي تصدر عن مجلس الأمن، طرحها في المناقشات التي تتم بعد التصويت. طيب، هذه القضايا الاستعجالية الملحة اليوم لحماية الإنسان أولا ولحماية ساكنة مخيمة تندوف ولحماية أطفال الذين يتعرضون لأبشع أنواع استغلال
بمختلف أصنافه. شكرا لك أستاذ نوفل بعمري.